رجعت لكم بعد الفاصل. بصوا ديت في الضغط اسهل من الكبشه، يعني نضغط عليه كده علشان يهوي من النص ونضمن ان العجينه بتاعته استوت. لما بنضغط عليه كده ونقلبه كذا قلبه بيبدا يهوي. بصوا اضغط وادوس كده، وفي نفس الوقت ما انساش العدس بتاعنا اللي هنا. هبدا بقى احط عليه الفلفل والطماطم والتوابل، وهاجي اخبط خبطتين عليه كده ونقلبه كل شويه نقلبه. ده ليه؟ علشان احنا عندنا دي مش زي الدوكه تخينه وشايله نار كتير. بصوا اهو بدا ينفخ، انا عايزاكم تشوفوا النفخه دي. دي بقى بتخلي قلبه من جوه نحس ان هو مورق كده. بصوا وبنسمع صوت طرقعه زي طرقعه الهواء كده، زي ما بنكون بنعجن عجين. بصوا الحركه دي بقى بتديله نفخه، هو طبعا بيرجع يهبط تاني على بعضه، بس بتخلي قلبه طعمه حلو، بتخلي كده هواء سخن، تيار هواء سخن دخل في قلبه يديله طعم كويس. هنا كده اهوت هقلب العدس. بصوا الوانه والريحه جميله ازاي. طبعا هنحط كمون، يعني حبه محترمين كده، وملح وهاخد الرغيف اقلبه عشان انا مش عايزاه ايه يتلسع من تحت. بصوا لونه بقى جميل ازاي من تحت. بصوا انا حاسه بيه وانا بضغط عليه كان في مرتبه هواء بتحركه. وبكده يبقى احنا بقى عملنا ايه؟ عملنا عيش الدوكه الجميل. اهوت اخر رغيف بتاعنا، وهنعمل بقى مكانه هنا كده. طب وليه مكانه؟ ما احنا نستغل نفس الطاسه وهي سخنه ونعمل فيها البيض بالعجوه، ونبقى ايه؟ ما غسلناش حاجات كتير ونبقى سعدة. بس ايه؟ نعملها كده. انا الاول عايزه احرك الملح هنا، وعايزه ادي شويه ميه صغيرين بس عشان يبقى فيه نسبه صوص صغيره كده اهوت، يعني في سائل، لازم يبقى فيه سنه سائل فيه. مع ان الطماطم هتنزل والفلفل هينزل. هنحط هنا بقى فلفل اسود. بصوا بقى العدس ده لما بنيجي ناكله قدامنا ناكله بطريقتين، يا اما بنزوده سمنه، بنزوده سمنه ونزود الفلفل الاسود على وش الطبق، يا اما بنزوده كمون ونحط ليمون ونحط زيت. يعني بيتاكل باسلوبين حسب ما كل واحد عايز ياكله. انا هغطي عليه دلوقتي وهسيبه شويه على نار واطيه خالص. وهنا اهو هبدا بقى ايه اعمل العجوه بالزبده، بالسمنه، بالسمنه البلدي. العجوه بتحب سمنه متسيحه. هحط بقى السمنه. هي طبعا عادي ان احنا نعملها بزبده، يعني انا اوقات كتيره بعملها بزبده، بس هي السمنه عشان ما فيهاش لبن فبتبقى نسبه الدسم فيها اعلى وبتدي لمعه حلوه للعجوه. بصوا انا البلح جايباه اللي هو البلح العجوه اللي بيبقى صحيح شويه، ده بحبه اكتر. بحاول افتحه كده، افدغه بايدي واحط عليه ميه سخنه واسيبه بتاع 3 معلقتين ميه سخنه، واسيبه بيهم لحد لما يطرى عشان لما اخده يشتغل معايا على طول. احط بقى بس، قصه سهله جدا. وهقلب عايزه العجوه تدوب كده شويه في السمنه، اضغط عليها. عايزين ناكلها تبقى صحيحه كده ما نضغطش عليها. انا بحبها ما تبقاش دايبه قوي، يعني تبقى ما بين البنين يحس الواحد وهو بياكل يحس بقطع البلح كده. بصوا الريحه جميله جدا. عشان احنا هنحط بيض فهنا هنحط
هنحط قرفة طبعا، مش هنحط ملح وفلفل اسود، بس في ناس بيحطوا معاها برضو رشة ملح وفلفل اسود، بيحبوا اندماج الطعمين، بس هي بتتعمل بقرفة، انا هعملها بقرفة. القرفة مع البلح بقى بتدي غنى وريحة جميلة جدا. هحط قرفة دلوقتي وهحط قرفة لما اكسر البيض. بيضة بيضة هكسرها كده. وانزل بيها. الاكلات دي بتفكرنا دايما بالجدود، كانوا بيحبوا قوي الاكلات الدسمه واللي هي فيها سمنه وفيها حاجه مسكره في نفس الوقت، يعني دي اغلب اكلاتهم. يعني مثلا ايه ابسط حاجه يقول لك ايه، نجيب عيش، يعني العيش ده بيدهن سمنه وسكر ويتسخن في طاسه ويتاكل، مش قادره اوصف لكم جماله. ما تقولوليش بقى لا فطير فطاطري ولا اي حاجه. فالاكلات دي دايما تفكر الواحد بالجدود في الشتاء كده، اهوت يروحوا قاعدين عاملين الحاجات ديت. ومن غير ما يكلفوا نفسهم تعب نزول وشراء بخير البيت، عشان البيت كان فيه خير، ما كانوش بيكسلوا، ما كانوش يقولوا هو احنا نقدر نقف نسيح سمنه قد كده ونشيلها، لا كانوا بيقفوا وبيعملوا، فكانت الحاجه بيبقى عندهم خير. عايزين ياكلوا بيض يعمل بالعجوه، يفقشوا كده بيض ويروحوا حاطينه في العجوه مع حته سمنه حلوه من اللي موجوده عندهم. بصوا حاولوا ما تحركوش الصفار، يعني سيبوا الصفار كده يبقى باين من على الوش. حركوا في البياض بس عشان يستوي، وبعد كده في الاخر خالص نبدا نكسر في الصفار. عايزه بقى اجيب القرفه وارش على وش البيض، وهنا انا هطفي كفايه قوي على العدس كده. جبت الكمون بدل القرفه. خدوا بايديكم، بلاش ترشوا بالمعلقه ها، عشان تترش عليها كلها. نحاول بالراحه كده. بصوا البياض كله، لو كنا بقى ما حركناش البياض الصفار مع البياض، ما سيبناش الصفار كده، كان اللون الاصفر الجميل ده هيروح. ليه؟ كان هيختلط بالزلال في وقت واحد، انما احنا عايزينه يفضل ايه، في صفار حلو. بعد بقى ما تستوي نبدا نعمل كده، نبدا نعمل الصفار كده. اغسل ايديا. في المرحله ديت نهدي قوي عليها النار عشان العجوه ما تنشفش. نحاول نحرك كده، ومش عايزين البياض برضو ايه الصفار ايه، مش عايزينه يجمد قوي. هطفي عليها واسيبها ببخارها كده، ونشوف العدس الجميل ده ريحته رائعة. يبقى أنا قلت في طريقتين لتقديم العدس ده، يا إما هنقدمه بالزيت وبالليمون، يا إما هنقدمه بالزبدة بالسمنة. أنا النهاردة بقى بما إني عاملة العجوة بالسمنة، يبقى هقدم العدس بإيه؟ بالزيت والليمون. يبقى معنى كده إن أنا هكتر شوية كمون على وشه في الطبق. شايفين المنظر جميل ازاي؟ والريحة حلوة جدا. نحاول نخليه مفهوش صلصة كتير، يعني يبقى جامد سنة كده زي ما انا غرفة كده بالظبط. ونجيب بقى الليمون. طبعا بقى بنزود ليمون على حسب ما احنا ايه بنحب. احط الشوكه كده بس تمنع البذر، واحط الليمون. بصوا نمنع البذر باي حاجه، واللي اتبقى هنا ده بقى خلاص نعصره براحتنا، ما فيهوش بذر.
طبعا طبق زي دوت ممكن ياخد اكتر من كده ليمون على حسب ما احنا بنحب، عايزين ليمون كتير نحط، عايزين ليمون قليل نحط، دايما الاشياء متروكه للذوق الشخصي بتاعنا. وهقلبه كده الليمون فيه، الريحه جميله جدا. الليمون لازم يتحط يا جماعه في اخر مرحله عشان يدي ريحه حلوه. والزيت بقى بيحب برضو ياخد زيت زي الفول كده، نلمعه كده ونديله زيت حلو. عندنا بقى اي حاجه خضراء نروح حاطينها في النص كده، يعني نحل الدنيا شويه. نحط شرايح ليمون كده على الجنب. على فكرة تقطيعة شرايح الليمون دي بالزيوت اللي بتطلع من القشرة بتدي ريحة حلوة جدا لأي أكلة. هجيب بقى طبقنا الجميل ده ونشوف العجوة. بصوا أكل بسيط إزاي، ما تنسوش جمال عيش الدوكة من النوبة، يعني ما تنسوش إن إحنا عندنا أهالينا في النوبة عندهم أكلات كتير جميلة جدا. نحاول يعني بصوا في اكلات ماشيه مع ذوقنا في الاكل نجربها ونحاول ننشرها. يعني انا لقيت ان عيش الدوكه ده من الاكلات اللي ماشيه مع ذوقنا في الاكل فقلت نعمله. الريحه مش قادره اوصف لكم جمالها بجد، ريحه حلوه جدا. هحاول اجيب كده واجيب، عايزه اجيب قطعه الصفار البيض الجامده دي هنا. بصوا بقى الجمال، يعني ريحة وطعم مفيش بعد كده. وطبق مش محتاج يتزين، هو طبق بسيط، أكل بسيط ومحتاج يتقدم بصورة بسيطة مع رشة قرفة خفيفة من على الوش كده. وإيه رأيكم في بساطة وصفاتنا النهاردة؟ ناقصنا بس رشة سمسم كده من على الوش تحل الدنيا. عجوة بالبيض وعدس مدمس وعيش الدوكة النوبي، يعني مفيش أحلى من كده. أكلات مصرية بسيطة وخفيفة بس الطعم حكاية. لو عجبتكم وصفاتي استنوني في يوم جديد من أيام روايح من بلدنا.